أي إخفاق أو أي تراجع في الخطوات نحو التعامل مع تحديات تغير المناخ سوف يصيب العالم ويجعله ينتقل إلى مرحلة اللا عودة في الآثار المدمرة المرتبطة بتغير المناخ. تتجه أنظار العالم صوب مدينة شرم الشيخ المصرية التي من المقرر أن تحتضن فعاليات قمة المناخ في الموعد المقرر له في 6 نوفمبر المقبل وحتى 18 من الشهر نفسه بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لتسلم الراية بعد ذلك لدولة الإمارات التي ستستضيف القمة التالية COP28. وفي هذا الإطار كان لوزير الخارجية المصري سامح شكري لقاء صحفي مهم جاوب فيه عن العديد من الأسئلة، حيث أكد سعي مصر إلى أن يشكل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 محطة مهمة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ في الوقت الذي تعقد فيه هذه الدورة من COP27 في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب. وأمل شكري ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ داعيا إلى تجنيب القمة الصراعات والنزاعات الدولية وعدم نقلها إلى الحدث. وحذر شكري من أن أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللا عودة، ووجه الدعوة إلى التعاون بين الدول للخروج بنتائج تتناسب مع أهمية الحدث، محدداً العناصر الرئيسية COP27 والتي ترتكز حول تخفيض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية المتولدة عن تغير المناخ وقضية التمويل وقضية الخسائر والأضرار. قضية الخسائر والأضرار، هناك توافق على أن هذه القضايا الرئيسية المرتبطة بقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تحديات تغير المناخ والعمل على بناء الثقة فيما بين الأطراف، الدول المتقدمة والدول النامية. التنسيق المصري الإماراتي خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر كان من الأمور التي نوه شكري على أهميتها، وأشار إلى جهود البلدين لتنمية قدراتهما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الاستثمارات في كل منهما. هناك تنسيق قائم فيما بين جمهورية مصر العربية والفريق اللي بيحضر COP27 مع الفريق الإماراتي الذي يعد COP28. وفي إطار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطرق شكري إلى الاحتفالات المصرية الإماراتية بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والمقرر انطلاقها تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، موضحا أنها تشكل مناسبة لاستحضار الحاضر والماضي والاعتزاز بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأثره ودوره في ترسيخ المحبة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أشار شكري في حواره إلى الهموم العربية المشتركة، مؤكدا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن الدول العربية كافة تعمل سويا لهذا الغرض.